مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية المباشرة والتي فيها نتابع مستجدات الأحداث. بالتأكيد أن التصعيد على الحدود اللبنانية ما بين إسرائيل وحزب الله يشغل الرأي العام، خاصة من التخوف من الاقتراب من حرب شاملة في هذه المنطقة. ولكن ما يشغل المواطن المصري في شأنه الداخلية بالتأكيد هو الأزمات المتكررة لانقطاع الكهرباء، لا سيما وأن بالأمس كانت ليلة مظلمة، انقطعت الكهرباء لثلاث ساعات تقريبا، وشعر المصريون بكثير من التوتر إذا هذا الشأن. وكان من هذا الأمر أن وجه السيد الرئيس مجموعة من التوجيهات وتابعناها مع حضراتكم تفعيلا على الأرض من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء منذ قليل. ولكن في البداية أكد مصدر رفيع المستوى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وأشار المصدر أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تقدر معاناة المواطنين والأسر المصرية من انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو سيتم وقف انقطاع الكهرباء. أشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي بشأن أزمة انقطاع الكهرباء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع حجم الاستهلاك للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مرور مصر بثلاث موجات حارة غير مسبوقة خلال شهر يونيو. أضاف مدبولي كذلك إلى أن مصر تأثرت بعطل فني في حقل كهرباء تابع لأحد دول الجوار أدى إلى توقف إنتاج الكهرباء لمدة 12 ساعة، مؤكدا أنه لا توجد أزمة توليد طاقة ونقل في مصر. أوضح كذلك أنه تم التنسيق مع الوزراء المعنيين لوضع خطة استثنائية في فصل الصيف لتجنب انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه بداية من شهر يوليو ستغلق المحال التجارية من الساعة 10 مساء. القضية كلها قضية تدبير الموارد المالية اللي تشغل المحطات بكامل طاقتها، وأيضا مع هذا الكلام وإحنا كدولة هنكون إن شاء الله ملتزمين بهذا الموضوع، ولكن أيضا اللي حابب إن أنا أنهي بيه كلامي إن لازم يبقى معاها أيضا خطة ترشيد. والحقيقة يمكن عشان هذا الموضوع يعني أنا طلبت من السيد وزير التنمية المحلية إن إحنا هنبدأ أولى خطوات عملية الترشيد بإن إحنا هيتاخد القرار إن اعتبارا من أول الشهر القادم إن المحلات التجارية كلها تغلق الساعة 10 مساء في كل أنحاء الجمهورية. أنا بتكلم هنا عن المحلات التجارية المنفردة اللي بتبقى في الطرق والشوارع أو المولات، فيما عدا طبعا الصيدليات والسوبر ماركتس وأيضا المطاعم، ودي هتبقى بحد أقصى بتغلق الساعة 1 صباحا. كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد عقد اليوم اجتماعا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والبترول ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية والدولة بمختلف أجهزتها تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. ولفت رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية. للتعليق ينضم إلينا دكتور محمد الشواتفي، عميد كلية التجارة السابق بجامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي. تحياتي لك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لسيادتك فندم السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. دكتور، بداية يعني دعني ودون تملق أحيي السيد رئيس الوزراء على اعتذاره للشعب المصري عن الفترات الطويلة التي انقطعت فيها الكهرباء نتيجة الأعطال التي تبعناها وكل التفاصيل التي ذكرها سيادته في المؤتمر الصحفي. ولكن في البداية كيف ترى اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية ورئيس الجمهورية بأزمة المواطن المصري وتحديدا الأزمة المتعلقة بانقطاع الكهرباء؟ اسمحيني في البداية أشارك حضرتك في تحية دولة رئيس الوزراء في الاعتذار للشعب المصري على انقطاع الكهرباء
خلال الفترة الماضية، وهذه ثقافة جديدة من ثقافة الحكومات التي تهتم بالمواطن باعتبار أن المواطن هو الداعم الأساسي للنظام الحكم والداعم الأساسي للدولة المصرية، وأن المواطن المصري مرّب في أكثر من موقف أنه دائما يقف مع الدولة المصرية وينتصر للدولة المصرية، وبالتالي أزمة الكهرباء هي أزمة دولة في ناتجة عن مجموعة من المسببات. السبب الأول أن هناك أزمات دولية موجودة، السبب الثاني أن هناك المناخ ارتفع مفاجئ هذا العام والعام الماضي، لكن السنة دي كانت أكثر شوية وموجات كثيرة. السبب الثالث أن هناك عوامل متعلقة بتوقف حقل، وكذلك أيضا قصور الموارد المالية، باعتبار دي كلها عوامل تؤكد أو تؤدي إلى نقص الكفاءة الكهرباء أو عدم التغطية، وبالتالي اضطرت الدولة في كثير من الأحيان أن تغطي ذلك بإدارة التشغيل، بمعنى توقف بعض التوقف ضخ الكهرباء لعدد من الساعات أو الوقت محدد في كل منطقة معينة، وده بيسموها في إدارة الأزمة. النهاردة عندنا أزمة كهرباء، وبالتالي هذه الأزمة تحتاج إلى إدارة تنطلق من عدة جوانب. أول حاجة إدارة التشغيل، كيف يمكن أن نشغل الطاقة الكهربية داخل الدولة المصرية، وأعتقد أن دولة رئيس الوزراء أنا لن أضيف جديدا على ما قاله، باعتباري هو المسؤول الأول عن الخدمات في داخل الجمهورية، وبالتالي قال أن احنا إدارة التشغيل هيتم من خلال المولات والشوارع وغيره. أعتقد أن هذا الأمر الشعب المصري يتقبله ويتقبله بجدية، ويطالب أيضا بتطبيقه كما قاله رئيس مجلس الوزراء. النقطة الثانية الحقيقة لازم نعترف أن هناك أيضا قصور في المورد النقد الأجنبي لتوفير هذه الأشياء لهذه كمية الكهرباء، وبالتالي في هذه الحالة يجب أن يكون هناك خطة مسبقة حتى لا تتكرر هذا الموقف في فترات مقبلة، وتوفير الموارد النقدية وفق أولويات الدولة، وهذا الأمر هو خدمات الدولة، باعتبار أن الكهرباء في هذا الموسم أو في هذا الشهر بالتحديد هي حادة جدا ومشكلة تؤثر على كافة المواطنين، لظروف الامتحانات وظروف التشغيل وظروف الأسر وظروف الحرارة، والمواطن دائما يحتاج أن يكون خدمته تصل إليه، ملوش دخل بالمشاكل اللي موجودة. وعليه أعتقد أن دولة رئيس الوزراء النهاردة في بداية الاعتذار بتاعه أو كاد أو وضح بشكل كامل أسباب المشكلة، ووضع الخطط الأساسية لأن هناك دولة تشتغل وتدير وفق أزمات. والحقيقة طبعا عشان برضو ننصف الحكومة في هذا الموضوع، أن هذه الحكومة بقالها النهاردة 5 سنين أو 6 سنين بتشتغل في ضوء أزمات دولية ومحلية وإقليمية. يعني هذه حكومة مدبولي الحقيقة حظها مش حلو قوي، لأن هناك أزمات كتيرة جدا موجودة من 2019، وإحنا بنطلع من أزمة ندخل في أزمة، والعالم النهاردة في عالم تصدير الأزمات. وعليه فإن مشكلة الكهرباء جزء عندنا إحنا مسؤولين عنه، ولازم نعترف ونقول للمواطن بشفافية واضحة أن أسباب المشكلة ويكون صادقين جدا فيما نقوله، وفي نفس الوقت أيضا نسائل على هذا الموضوع. الأمر الثالث كمان لازم نعترف أيضا أن هناك قصور في التشغيل، أو هناك بعض الناس أنها بتتجاوز شوية في موظفين الكهرباء، أحيانا بيقطعوا أكثر من الوقت المطلوب أو المحدد، وده بيخلي المواطن ما بيصيرش على الموظف، بيصير على الحكومة باعتبار أن المثانة المسؤولة عنه. وهنا لازم أحط نقطة مهمة جدا، أن الخدمات الحكومية هي مصدر من مصادر توليد الاتجاهات الإيجابية حول الحكومة، وأهم هذه الخدمات هو الكهرباء، وعليه يجب أن يكون واضحا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء أن هناك بعض الموظفين أحيانا يتلاعبون في التوقيتات المختلفة ويزيدون في توقيتات مختلفة، وبخاصة المناطق العشوائية أو القرى، وهذه مناطق جماهيرية تحتاجها الدولة ويحتاجها النظام، وعليه يجب أن يعاقب كل من يزيد أو يخالف تعليمات الدولة والمواقف المحدودة. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات، أول حاجة إدارة الأزمة، لازم يكون إدارة الأزمة هنا التشغيل ومصادر التمويل
وكذلك مسؤوليه الحكومه. النقطه الثانيه وفق ثلاث اطر: الشفافيه والمصداقيه والمسؤوليه اللي هو حكمك. وفي هذه الحاله عندما يكون هناك ازمه لابد ان يكون صحفي خاص برئيس الوزراء تضمن بالفعل فكره الشفافيه والوضوح، وهذا ايضا يحتاجه المواطن كما اشرت سيادتك، فكره ان اكون على علم بما يدري ولست مفعولا به دائما. خلينا نتفق واضح من السيد رئيس الوزراء، انما خلينا نتفق اتفضل خلينا نتفق يا فندم ان الشعب المصري اثبت بكل الوسائل انه مع دولته ومع نظامه ويؤيد الدولة ويؤيد الحكومة. في هذه الأمور موجودة، والشعب المصري عندما تحتاجه الدولة يقف موقفا كاملا. يعني الشعب المصري متفهم طبيعة الاقتصاد المصري ومتفهم الضغوط ومتفهم الأزمات، والمواطن العادي النهاردة بيتحدث في الأزمات أكثر من الخبراء. وعليه أن الحكومة النهاردة يجب أن تشاركه وتعطي له البيانات الواضحة وتوضح له الأسباب، وهو سيقف معها. لو الحكومة النهاردة جات قالت أن الكهرباء ستقطع أسبوعا كاملا لظروف 1، 2، 3، المواطن سيكون أول مؤيد لها، باعتبار أن المواطن يحب الدولة أو يحب الوطن وفي نفس الوقت يسعى للاستقرار. دي امور حيثيات معطيات لازم ناخدها. يعني لكن النقطه الثانيه كمان لنقطه مهمه، عفوا للمقاطعه سيدي، اشرت لنقطه مهمه والحقيقه انها كانت من ضمن تصريح السيد الرئيس بفكره التوزيع العادل. يمكن حضرتك اشرت الى بعض من يتلاعبون في التوقيتات وفي اماكن قطع الكهرباء. السيد الرئيس اشار الى فكره التوزيع العادل في قطع او ساعات انقطاع التيار الكهربائي، والمساله دي الحقيقه كما اشرت سيادتك كان فيها قدر كبير من التلاعب، لابد من ضبط هذه الامور. وده كمان من جه في تصريح السيد رئيس الوزراء حينما تحدث عن فكرة التوزيع العادل وعدد الساعات، وأشار بكل وضوح وشفافية إلى أنه في الأسبوع الحالي سيكون لمدة 3 ساعات، بداية من يوليو سيكون لمدة 2 ساعات حتى الأسبوع الثالث من يوليو، ثم يعني وقف تماما انقطاع الكهرباء. كلها أمور الحقيقة مهمة جدا. بقف كتير عند كلمة حضرتك أشرت إليها، وهي فكرة أنه المواطن إلى جانب الدولة دائما، فقط يريد ان يعلم ويعلم بوضوح. شوف يا فندم، خلينا نتكلم ان احنا عندنا مواطن من انقى الشعوب وافضل الشعوب ولاء للوطن في المنطقه بالكامل، وهذا وضح في اقصى مواقف تعرض اليها الوطن. نعم. ده اهم نقطه عندنا، وعليه يجب ان نصنع اتجاهات ايجابيه معاه، ويجب ان يكون صناعه الولاء من خلال الخدمات. وان نقدم له الخدمات باعتباره هو الممول وهو المستخدم. صحيح. المواطن هو ممول الخدمه وهو مستخدمها، وعليه يريد من الحكومه ان توضح له الاسباب وتشاركه، وهو سيقف مؤيدا ويدافع عن الحكومه باعتبار ان الحكومه تحترم رغبات المواطن وتحترم حاجاته، وفي نفس الوقت كمان بتمشي مع توقعاته. المواطن يدرك ان هناك ازمه ماليه في الدوله المصريه، يدركها جيدا، ويدرك ايضا ان موارد الدوله ضعيفه واننا لسنا دوله بتروليه، لكن يريد ان يكون زي ما تفضلت سيادتي قلتي، ان يكون هناك عداله في التوزيع، وان هناك ان تكون هذه القطاع لكل الفئات، وان يراعي ايضا توقيتات معينه. وبالتالي هنا دوله رئيس الوزراء النهارده لما قال المحلات التجاريه تتوقف بعد الساعه 10، هذا امر ضروري واستثنائي يجب ان نحافظ عليه. نعم. بمعنى ان هنا في بحب اوفر كمان الشوارع كمان يا دكتور، يعني المحال التجاريه عموما، مش اقفل المحال التجاريه في الشوارع الساعه 10 وفي المولات مثلا تبقى مفتوحه طول الليل. هنا اصبحت لا توجد عداله، وعليه المواطن يحترم العداله ويحترم. وأنا أراهن دائما على أن شعب مصر هو شعب يدرك جيدا قيمة الوطن ويحافظ على الوطن واستقرار النظام، وعليه فهو يتقبل كل ما يمكن أن تقوله، شرط أن يكون في شفافية ومصداقية وعدالة. وفي هذه الحالة نجد أن المواطن ولدنا لديه اتجاهات إيجابية، وزدنا من درجة ولائه ناحية الدولة والمؤسسة، وفي نفس الوقت احنا كنا صادقين معاه وكنا في كل الأمور بشكل كامل. وأن تطبق هذه القواعد أولا على الأجهزة الحكومية، بمعنى أن الحكومة يجب أنها طالما دواوين الحكومة مغلقة بعد الساعة 2 يبقى ما فيهاش كهرباء بعد الساعة 2، وهكذا وهكذا وهكذا. في هذه الحالة نستطيع أن تتولد الأزمة، أن ندير
الأزمة بشكل جيد ونكون علاقات جيدة. وهو في هذه الحالة يجب أن أقول كلمة أخيرة، وهو إدارة العلاقات مع المستفيدين من نظام الكهرباء أمر ضروريا لتطوير كفاءة العمل داخل مؤسسة الكهرباء، مؤسسة الكهرباء وزيادة قدرة الطاقة بتاعتها، وفي نفس الوقت كمان أن المواطن يكون شريكا في أداء شريكا ومساهما، وهو مشكلة وسبب. نعم، بالغ التحية لك دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. وأيضا للتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا بحضرتك. الخير وحياتك على كل المشاهدين. الحقيقة في المؤتمر الصحفي اليوم لرئيس الوزراء مجموعة من الرسائل يعني جدير أن نقف أمام كل جملة فيها، وأقف عند نقطة مهمة وهي فكرة ترشيد الاستهلاك التي ناشد فيها المواطن المصري بإدارة استهلاكه الكهربائي من جديد. وجميعنا يعلم أن في ثقافة المصريين استهلاك بالغ للكهرباء دون وعي ودون تقدير لقيمة هذه الكهرباء، نقطة مهمة الحقيقة ومهم الوقوف عندها أستاذ بلال، وكيف كيفية إدارة هذه الأزمة؟ كيف أخلق في المواطن المصري ثقافة ترشيد الاستهلاك؟ إذا لم يستخدم هذه الغرفة يطفئ هذه الغرفة، إذا لم يستخدم هذا الجهاز يطفئ هذا الجهاز، يعني هل من الصعب تطبيق هذه الثقافة؟ ما أعتقدش أن الصعب تطبيق ده، خاصة الدور اللي حضراتكم الإعلام بيقوم بيه دور مهم جدا في توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك. الاستهلاك بشكل عام والكهرباء بشكل خاص. نبدأ بقى بالدواوين الحكومية اللي ممكن فيها بعض الموظفين، مش بنقول كل الناس، ممكن تبقى موجودة بعد مواعيد العمل الرسمية لاستفادة ما يسمى بالأوفر تايم، وده ملف مهم جدا محتاج تقنين، ومع واحنا بندرس موضوع الكهرباء بشكل عام محتاجين كمان اللافتات الدعائية اللي موجودة في الشوارع، المحلات اللي هي بتبقى بتفتح وتعمل عمليات افتتاح، مفروض ده يكون تحت والقانون بينظم ده بالمناسبة. ولكن المحليات عليها دور مهم جدا لمراقبة التطبيق ده. بنشوف النهاردة المحلات اللي هي بتبقى موجودة، المحلات كانت بتبقى شغالة 24 ساعة حضرتك. النهاردة أنا بأثني على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مفيش دولة في العالم بتبقى شغالة فيها الكهرباء والمحلات بتبقى شغالة 24 ساعة في اليوم. محتاجين ترشيد للنفقات بشكل كبير جدا، محتاجين ان احنا نستخدم الكهرباء بشكل فيه نوع من انواع الرشد في استخدام المورد الطبيعي، خاصه ده اهم النهارده ازمه الطاقه العالم كله النهارده بيعاني منها. كمان نقطه مهمه جدا اضيفها لحضرتك، موضوع السوق الغير رسمي، وده طايه في الخطوره، لان يعني جزء منه بيستخدم طاقه او بيستخدم الكهرباء، نقدر نقول ما يسمى بالتيار الكهربي. بالتاكيد ده جزء مهم جدا بيعمل ضغط على الشبكه، بالتاكيد الشبكه نفسها او وزاره الكهرباء ما بتكونش عندها تخطيط لده، لان مش شايفاه اصلا، ان هو الراجل ده ما هوش موجود معانا، الدوله ما تعرفش عنه حاجه. فبالتالي احنا محتاجين واحنا بنشتغل بالناحيه القانونيه، اللي هو فكره ان انا التتبع القانوني للناس اللي بتسرق الكهرباء ده من جانب، من جانب ثاني الترشيد سواء كان من الحكومه من خلال الدواوين والوزارات والمصالح الحكوميه والبنوك والمؤسسات والقطاع الخاص، ده محتاجين نوع الترشيد. محتاجين كمان ان القطاع الخاص يبدا ان احنا نشتغل معاه النهارده، والدوله بتقدم مبادرات، يعني انا في مبادره عاملها البنك المركزي المصري بالتعاون مع عدد من البنوك العامله في السوق المصرفي، اللي هو الطاقه النظيفه والطاقه الجديده والمتجدده، وده مهم جدا خاصه ان الدوله بتشتغل على ملف الطاقه الجديده والمتجدده، ده هيساعد بشكل كبير جدا في دعم ملف الكهرباء في مصر. طيب استاذ بلال، خلينا نجيب عن اسئله المواطن في الشارع المصري اللي ممكن يكون بيستمع لنا الان وعنده سؤالين على الاقل في الوقت الحالي. السؤال الاول هو فكره انه سيتم غلق المحال التجاريه في 10 مساء. حضراتكم كدوله بتقولوا ان مصر عندها مشاكل في الاقتصاد، عندها مشاكل في العمله الاجنبيه، ويتصوروا انه غلق المحال التجاريه في 10 مساء ربما يزيد الطين بالله كما نقول، وانه يعني سيؤثر بصوره او باخرى على الاقتصاد. اجابه حضرتك. اجاوب حضرتك بشكل سريع، يعني النهارده لما بنقول النهارده احنا في ترشيد، مفيش دوله في العالم كله بتشتغل، يعني حتى الناحيه الاجتماعيه للمواطنين، الناس اللي بتشتغل في العمال اللي هم بيشتغلوا في المحلات، في عمال حضرتك بيشتغلوا من الساعه 9 الصبح او من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12 واحده بالليل، وقت العمل كبير جدا بالمقارنه بالاجر. ده بالعكس، احنا النهارده لما نعمل ترشيد للعامل ده ان هو يبدا يشتغل 7 ساعات او 8 ساعات، يبقى عنده ناحيه اجتماعيه بقى في بيته وفي حياته وفي اسرته، ده من جانب. من جانب ثاني طبعا هنقل ازدحام التسدسات المروريه اللي بتمثل ضغط كبير جدا على استخدام البترول والزيت، وبالتالي واستخدام الكهرباء واستخدام الطاقه، ملف الطاقه بشكل كبير جدا. فاحنا النهارده بنقول ان العالم كله النهارده في وقت مخصص للعمل ووقت مخصص للراحه،
من غير المقبول تماما ان تفضل المولات شغاله لحد الصبح، من غير المقبول تماما المحلات التجاريه. لا، هنقول ان احنا انا يعني اعتقد ان المفروض ومن الواجب ان احنا نقلل عدد ساعات افتتاح المولات والوقت اللي بتستغرقه. ده بيستخدم جزء كبير جدا من الطاقه الكهربائيه، ممكن نستغنى عنه ونرشده ونوجهه لمجال افضل زي الصناعه وزي الزراعه، بما يعود على الاقتصاد القومي بشكل اسرع كتنميه اقتصاديه. نعم، أستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا معلقا على المؤتمر الصحفي الخاص برئيس الوزراء فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء. وإلى ملفنا الآخر، والحديث هنا عن هذه الأجواء المشتعلة ما بين حزب الله وإسرائيل والتخوف من حرب شاملة في المنطقة، لا سيما وأنه في الأسبوع الماضي كان هناك تصريح لأمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الذي صرح بأن العالم لا يحتمل حرب أخرى ولا يحتمل أن تكون لبنان غزة أخرى. حذرت الولايات المتحدة حزب الله من أنها لن تستطيع وقف إسرائيل إذا قررت التصعيد مع استمرار الهجمات على الحدود الشمالية. أكد دبلوماسيين غربيين نية إسرائيل التحرك عسكريا ضد حزب الله، ومن جهة أخرى تابعت الجهات الأمنية اللبنانية ما يحدث في قضية مطار بيروت لمتابعة مصادر إطلاق الشائعات. رفع مسؤولون أوروبيون مستوى التحذيرات من توسع الحرب الدائرة في جنوب لبنان إلى عمقه، وأعربوا عن مخاوفهم من هذا الانزلاق، وهو ما عبر عنه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالقول إن الصراع في الشرق الأوسط على وشك الاتساع ليشمل لبنان. بينما وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الوضع الحدودي بأنه أكثر من مقلق. قال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: خطر هذه الحرب التي تؤثر في جنوب لبنان وامتدادها يزداد يوما بعد يوم. أما بيربوك فقالت قبيل جولتها في الشرق الأوسط: لا يمكن لإسرائيل أن تعيش في أمان إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان. جاءت التحذيرات الأوروبية على وقع تهديدات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل، حيث قال الحزب إن أي مكان في إسرائيل لن يكون آمنا إذا اتسع نطاق الحرب. بينما أبلغ مبعوثون إسرائيليون البيت الأبيض بأن إسرائيل بحاجة إلى الذخائر كي تكون مستعدة للعملية العسكرية في لبنان، مضيفين أنه في هذه الحالة سيتعين على إسرائيل أن تستخدم أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل. تتزامن التهديدات مع تسريبات إعلامية تؤجج المخاوف بأن مطار بيروت يحتوي على أسلحة إيرانية، وهو ما تعمل الحكومة اللبنانية على تطويقه. تلك التسريبات التي وضعها وزراء في الحكومة اللبنانية في إطار الحرب النفسية. ميدانيا تواصل تبادل إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن الجيش أن سلاح الجو هاجم أهدافا للحزب في جنوب لبنان، بما في ذلك مبان عسكرية وبنية تحتية في مناطق عترون وكفر كلا والخيام، فيما أصيب عنصران من الفرق المتأهبة في بلدة المطلة، وذلك من جراء قذائف مضادة للدبابات أطلقها حزب الله من لبنان. للتعليق ينضم إلينا من بيروت سيادة العميد ناجي ملاعب المحلل السياسي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. الحقيقة أبدأ إذا تسمح حضرتك من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن للوقوف مع البيت الأبيض عن التفاصيل الخاصة بالحرب في فلسطين من ناحية والتصعيد مع حزب الله في الجنوب اللبناني، بداية ومع إعلان أمريكا بأنها لن تستطيع وقف إسرائيل عن استهداف حزب الله في لبنان، كيف تقرأ هذه التصريحات الأمريكية وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن؟ نعم، بعد أن أصبحت إسرائيل كأوكرانيا بحاجة للمساعدات الدائمة الأمريكية حتى تعيد تشكيل جيشها، وبعد خسائر التي تعرض لها في غزة وفي الجنوب وفي الشمال، عمليا يعني لا قرار إسرائيلي من دون موافقة أمريكية، والقرار يشتمل على المساعدات، على إبقاء المساعدات
الأمريكية وفي زخمها، وهذا الدعم الأمريكي والأوروبي حتى تتمكن من تحقيق ما وعدها به الرئيس الأمريكي عندما قدم بعد 8 أكتوبر إلى إسرائيل، وقال لن نبقي إسرائيل مستقبلا تحت التهديد. يعني هي الأمريكي كفيل لأمن إسرائيل بأن لا تبقى تحت التهديد. هذا كيف يفسر؟ عسكريا يفسر أنه أي تهديد لإسرائيل الولايات المتحدة ستتدخل، ولكن أن تقود إسرائيل حربا ممكن أن ترغم الولايات المتحدة على التدخل في حرب واسعة في المنطقة، هذا أمر لا يستطيع الإسرائيلي اتخاذه، هذا أمر أمريكي، والأمريكي يقرر هكذا عملية. لذلك وزير الدفاع موجود في أمريكا لمحاولة إنهاء هذا التهديد من الشمال. الإنهاء ممكن أن يكون في الحرب، وممكن أن يكون بالطرق الدبلوماسية. اليوم الأمريكيون كيف يدخلون إلى المنطقة دبلوماسيا؟ يبدأون من المملكة العربية السعودية، كبير المستشارين الخارجية البلينكن يأتي إلى عبر السعودية إلى مصر إلى عمان، ويعني أمريكا قرارها غير القرار الإسرائيلي. ما تريده أمريكا هو الأمن في المنطقة وإعادة الأمن إلى المنطقة كاملة، وليس ما تريده الحكومة اليمينية الإسرائيلية. فليكن هناك مجال للدبلوماسية الأمريكية ناشطة. هناك عودة للسيد هوكشتاين قريبا، يأتي إلى باريس ومنها إلى تل أبيب ومنها إلى بيروت. يعني الحل الأمريكي هو قريب جدا للواقع على الشكل التالي: إذا ما انتهت الأحداث في رفح وانتهى الوضع في رفح، حزب الله ممكن الكلام معه. إذا لم يكن هناك نهاية لأحداث غزة، يعني الحزب لا يقبل أي كلام معه قبل إنهاء هذا الوضع. ولكن هنا نقطة إذا تسمح سيادة العميد، بالتأكيد ليس حزب الله كحماس، والفارق واضح جدا في القوة العسكرية والآلة العسكرية التي يمتلكها حزب الله، والعنف والإصرار على الدفاع عن الأراضي اللبنانية المنتهكة تقريبا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هل سيستطيع الكيان المحتل وإسرائيل وتحديدا نتنياهو أن يصمد أمام هذه الضربات وهذه التهديدات من قبل حزب الله حتى مع وجود الدعم الأمريكي؟ نعم، الدعم الأمريكي هو للدفاع عن إسرائيل، ليس للسماح لإسرائيل بالقيام بعملية غير محمودة النتائج قد تؤدي إلى مصير مجهول. ممكن أن يتدخل كما صرح قائد القوى البرية الإيرانية بالأمس أن لن نترك حزب الله وحده، ومحور الساحات سيكون مدافعا عن حزب الله في حال أي تطور. يعني هذا كلام واضح من إيران التي تقود هذا المحور. واحد. اثنين، إسرائيل اعتمدت في جميع يعني عملياتها اعتمدت على طريقة التصعيد، يعني التصعيد المفرط. إذا ما يعني كل من يحاول أن يقوم بأي عمل ضد إسرائيل تقوم معه بالتصعيد المفرط القوي حتى يتعلم. هكذا قامت بالعملية عام 2006، يعني مجرد خطف 3 جنود إسرائيليين قامت بعملية واسعة جدا على لبنان، على جنوب لبنان، وصولا إلى العاصمة بيروت. يعني هذا ما تعودته إسرائيل. ولكن اليوم مع حزب الله تحديدا، ومع قدرات حزب الله، ومع لأول مرة العدو الإسرائيلي يعرف ماذا يوجد لدينا، لأول مرة نعرف ماذا يوجد لديه ونعلمه بأننا نعرف ما يوجد لديه ونستطيع الوصول إلى ما لديك. لذلك ولكن هناك سيدي، يعني إسرائيل وأمريكا كلاهما يعلم جيدا حجم إيران، ويعلم جيدا حجم ما تمتلكه من أسلحة، وحجم ما يمتلكه حسن نصر الله من عناد واضح. فبالتأكيد أن ما تملكه إيران يخشى منه حتى من قبل الولايات المتحدة. نعم، من قبل الولايات المتحدة نعم يخشى منه، لأن اليوم أمريكا اشتركت في صد الصواريخ والمسيرات التي انطلقت من إيران. يعني إذا ما كانت ستشارك في صد أي عملية أي صواريخ مجددا، ستكون جميع الأماكن التي يتواجد فيها الأمريكي في المنطقة ستكون عرضة للقصف. وهذا يعني موضع شك كبير، يعني هذا موضع خوف الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل أن تقوم بعملية أولا. ثانيا، اليوم القتال، يعني حزب الله لم يستنفر كافة عناصره حتى اليوم، وكل ما قام بالعمل
هذا التراشق ضمن مدى لحد 10 كيلومتر، يعني هذا التراشق لم يسرق من ذخيرته الأساسية والتي تغطي كافة الأراضي المحتلة، لم يسرق شيء. لذلك أعتقد أن الموضوع صعبا، يعني هذا أهم عائق لدى إسرائيل، أنها لأول مرة إذا ما قامت بالتصعيد تتلقى تصعيدا أقوى. نعم. وليست هي من سيقوم بالتصعيد الأقوى. ولكن كانوا قد هددوا حزب الله تحديدا وحسن نصر الله، كانوا هددوا أنهم يستطيعون أن يضربون أهدافا محددة وفي العمق، حتى أنه تم تصويرها بشكل واضح وتم إرسالها إلى الكيان المحتل، حتى تم التهديد بضرب أو استطاعة حزب الله أن يضرب القبة الحديدية الخاصة بالكيان المحتل. هل تراها حضرتك نوع من التصريحات العنترية، أم أن إيران وحزب الله تحديدا قادر على أن يفعل ذلك وأن يصيب الكيان المحتل في العمق؟ نعم، اليوم إيران عندما منعت من حصول على أسلحة، من يعني من استيراد الأسلحة قيد العقوبات الدولية، طورت أسلحة هامة جدا. أريد أن أشير إلى موضوع أن إيران أسقطت عام 2013 في تلال تورابورا قرب أفغانستان، في حدودها مع أفغانستان، أسقطت للقوات الأمريكية مسيرة اسمها RQ-9 رابتور. هذه المسيرة من أرقى المسيرات الأمريكية، وأسقطتها وعملت عليها وبدأت بتصنيع الطائرات المسيرة بديلا للطائرة للمقاتلات وكذلك طورت الصواريخ. اليوم الطائرة المسيرة الإيرانية شاهد 136 يستخدمها الروس في أوكرانيا، وفي لبنان كذلك بعض المسيرات هي غير مرتبطة بالمشغل وغير مرتبطة بالجي بي اس، هذا تفصيل. ولكن عندما تسير هذه المسيرة مع السواقي والوديان لا تكتشفها لا القبة الحديدية ولا راداراتها، لذلك تستطيع الوصول إلى عمق كبير في إسرائيل. وهذه المسيرات وكذلك حتى الصواريخ، طورت حتى صواريخ الجراد التي نعرفها من 122 وركب لها زعانف بشكل أن يمكن إعادة توجيهها، يعني ممكن إذا ما أصبحت في الجو هي من ممكن المشغل أن يستطيع توجيهها إلى الهدف، وهذا يغش القبة الحديدية. يعني هناك إرباك حتى في البيئة الإسرائيلية عندما تصدر صفارات الإنذار في أماكن وتكون كاذبة، لأن الصاروخ يحيد عن الهدف، يختار الهدف الذي يريده كيفما مال، تطلق صفارات الانذار وينزل بحيفا 200,000 إلى الملاجئ. يعني هذا تطور نوعي ليست حروب تقليدية. نعم. تحياتي لك سيادة العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا مباشرة من بيروت. والحقيقة لابد أن أستعير كلمة أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بأن المنطقة بالتأكيد لا تحتمل مزيد من العنف ومزيد من الصراعات أو التصعيد بأي صورة أو بأخرى، ويكفي المنطقة ألم غزة وألم الأراضي الفلسطينية، ولن يسمح العالم بأن تكون لبنان غزة أخرى. أيضا كل التحية والتقدير للسيد رئيس الوزراء الذي اعتذر اليوم للمصريين عن انقطاع الكهرباء ووضع خطة واضحة المعالم والنقاط بعد أن تقدم مجموعة من النواب في البرلمان المصري بطلبات لتوضيح خطة الدولة في التعامل مع ملف أزمة انقطاع الكهرباء. وقد تابعنا مع حضراتكم منذ قليل المؤتمر الصحفي، وسنتناوله بكثير من التفصيل في خدمتنا المختلفة على شاشة النيل للأخبار. تحياتي لحضراتكم.